في الدرس التاسع. إنها عشرة دروس لست سعيدا بقرب النهاية لأنني مستمتع معكم. عنوان هذا الدرس بل ومحتواه أيضا مهمان جدا. كثيرون يقولون لي حين أعذ عن هذا الموضوع أو حين يقرؤون الكتاب يقولون هذا هو الجانب الذي يلمسني حقا. العنوان هو استقي من الآبار. أريدكم أن تنظروا إلى يوحنا سبعة حيث يقول يسوع إن عطش أحد عندما تكون في الصحراء تعطش فليقبل الي ويشرب ثم يكمل من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي عما يتحدث لنكمل قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه اذن البريه ارض جافه فهي ليست مكانا نختبر فيه انسكاب روح الله أمطار روح الله القدوس، هل تذكرون المطر المبكر والمتأخر؟ كيف يتأنى الله على الثمر حتى ينال المطر المبكر والمتأخر؟ ليس وقت المطر، بل وقت الاستقاء من الآبار، حسنا؟ تقول الآية تجري من بطنه أنهار ماء حي، أريدكم أن تلاحظوا أنه قال هنا أنهار بالجمع، لماذا؟ لأنه يتحدث عن الروح، إذا نظرتم إلى إشعياء 11 اثنين يتحدث إشعياء عن روح الله الذي سيحل على يسوع، وله أسماء عديدة مثل روح المشورة وأيضا روح الحكمة، روح الفهم، روح القوة، روح المعرفة، صحيح؟ دعوني أريكم بعض الآيات، هذا شيق جدا، انظروا: تفيض الحكمة من الحكيم مثل نهر مندفق. حسنا، لنرى أخرى: الفطنة ينبوع حياة الكل يتحدث عن الآبار والينابيع وأيضا المشورة في قلب الرجل لمياه عميقة وذو الفطنة سواء رجل أو امرأة يستقيها كيف نستقيها؟ مكتوب أيضا في سفر الأمثال فم قول فم الصديق ينبوع حياة الينبوع في الأعلى والماء يأتي من الأرض صحيح؟ ترون هذا؟ لذا دعوني أحكي لكم عن وقت عندما كنت في البرية الثانية ثمانية عشر شهرا هذا عندما كنت راعي الشباب كنا قد بدأنا للتو لكنني كنت لا أزال أختبر بعض الجفاف ثم أذكر حديقة قرب منزلنا اسمها حديقة ويكايفا فذهبت وأحضرت خيمة صغيرة وحقيبة ظهر ولم يكن هناك وسيلة سوى المشي إلى ذلك المخيم الصغير، فذهبت هناك وصليت طوال النهار وطوال الليل والصباح التالي أيضًا، وبدأت أحبط جدًا لأني صليت وصليت, وصليت وصليت وصليت، وبدأت أفكار تطاردني، ما الذي فعلته؟ لماذا تركت البيت؟ لماذا تعيش في هذه الغابة؟ عد إلى البيت، لقد صمت أربعة وعشرون ساعة إلى الآن، كل شيء جيد. لكن شيء ما في داخلي ويجب ان نكون حساسين قال لا تعد الى البيت واذكر انني مشيت ذهابا وايابا اقول يا رب ساسمع منك شيئا لانك قلت انه ان اقتربت اليك ستقترب انت الي وبدات اقول اصعدي ايتها البئر اصعدي الى نفسي اصعدي واشفيني هيا اصعدي واذ فجاه هذا ما قادني الروح لافعله وكان الحياه بدات داخلي من الصعب شرح الامر خلال دقائق كنت أركض ذهابا وإيابا، آه يا إلهي أنا أحبك جدا و وكان ذلك أروع وقت قضيته في الصلاة على الإطلاق، حسنا؟ ثم لاحظت ما قاله بنو إسرائيل في العدد 21: إصعدي أيتها البئر، أجيبوا لها، فأدركت أن الله هو من جعلني أفعل ذلك. كان علي أن أحفر وأحفر لأصل إلى ذلك البئر، أتفهمونني؟ ترون انعكاسا لذلك مع إسحاق. ابن أبينا إبراهيم. سفر التكوين أصح 26 يقول هذا: عدد واحد وكان في الأرض جوع. تخيلوا المجاعة لا مطر نحن في صحراء. وظهر الرب لإسحاق وقال: لا تنزل إلى مصر. اسكن في الأرض التي أقول لك فأكون معك وأباركك. فكروا: لا تنزل إلى مصر. أنت في جفاف. ما أكثر شيء تريد أن تفعله؟ الريموت مواقع التواصل. احتاج اعجابات صحيح اتمنى ان اكون قد حصلت على مائه اعجاب على الاقل لماذا لان هذا يجلب سيرتونين هل هذا اسمه احتاج بشده الى شيء ما يريحني لقد ذهبت الى مصر لتريحك اتفهمون ليس وقت مشاهده مباريات لخمس ساعات لانك ستشعر بنفس الفراغ بعد ان تنتهي ليس هذا وقت فتح الثلاجه اربع مرات في الساعه لان ما فيها لن يختلف في المره الرابعه عن المره الثالثه وقتها نبحث باستماده على ما يمكن للعالم ان يقدمه لنا بدلا من ان نحفر لان الله قال انا سوف اباركك اوتوماتيكيا لا لماذا لان الفلسطينيين اي العالم قد طموا كل الابار ماذا فعل اسحاق كان عليه أن يعيد حفر الآبار التي قد طمها العالم، تعرفون؟ بما أننا نعيش في هذا العالم فهو أحياناً كثيراً ما يفعل معنا ما فعله الفلسطينيون وفجأة نشعر بالجفاف، ماذا حدث؟ هل طموا آبارنا قليلاً؟ سنفتح هذه الآبار، اصعدي أيتها البئر إلى نفسي شفيني صحيح أتفهمون؟ ها هو؟ إسحاق في أرض قاحلة؟ والله يقول لا تذهب إلى مصر وسأباركك. وزرع إسحاق في تلك الأرض القاحلة فأصاب في تلك السنة مئة ضعف وباركه الرب كانت هذه بركة الرب له ماذا حدث؟ حفر الآبار وبالتالي بطبيعة الحال استطاع أن يروي النباتات من ماء الآبار التي حفرها بعد أن تم طمها والآن أصبح مباركا أكثر من لو كان ذهب إلى مصر من المهم أن نفهم هذا كثيرا ما رايت حصادا كثيرا ياتي من الابار حين اكون على وشك الاستسلام حسنا من الصعب جدا وصف هذا لكن ستفهمونه هل سبق وقلتم في مخدعكم صليت نصف ساعه هذا يكفي وفي داخلكم تعرفون ان الله يقول استمر استمر يحاول ان يفتح وان يجعل حياتك تفيض من روحه القدوس فيضانا اكبر من المهم أن نثبت أعيننا على السرور الموضوعي أمامنا، صحيح؟ يسوع من أجل السرور الموضوعي أمامه احتمل، إذا السرور ينتج احتمالا، وأيضا قال إشعياء فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، لماذا؟ لماذا نحتاج فرحا لنستقي؟ لأنه هو قوتنا، بصراحة عندما كنت جديدا في الإيمان كنت أقرأ آية لأن فرح الرب هو قوتنا. لماذا فرح الرب قوتي أنا؟ لم أفهمها، وفجأة بدأت أفكر فيها. كان هناك مصطلح معروف في الماضي. سمعتم عن متعة الطبخ؟ حسنا، أنا ودارل فقط. إلى ما تنسبون المتعة اليوم؟ لا أعرف إن كنتم تستخدمون هذه التعبيرات اليوم. نحن كنا نستخدمها كثيرا في الماضي. في يوم قلت: "لكن الطبخ لا يستمتع". اجل انه لا يتحدث عن فرح الله بل عن الفرح الذي اشعر به انا في علاقتي بالله تلك هي القوه اليس تفكيرا غريبا لماذا فرح الرب قوتي ما معنى هذا لكن الان فهمت الامر الان واضح جدا لي وكيف يحدث هذا الفرح حين نركز على المجازات الموضوعه امامنا يسوع هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر؟ نعم. إنها تتميم الوعود لكنها يسوع. سأشارككم بأمر حدث لا أعرف إن كان بعد ولادتك أم قبلها. ربما كنت راضيا عن وقتها. كنا على الطريق لم تكن الأمور جيدة، كنت أحضر كنائس صغيرة كان هذا في أوائل التسعينيات وكنا في وضع يشبه المعركة. كان علينا أن نثق في الله دائما. في السنة الأولى دخل الخدمة كان أربعين ألف دولار. لدفع راتبي والصرف على الخدمة ورعاية طفلين وكل هذا حسنا كنا في معركة وذات يوم كنت منهكا وليزا كانت في متجر البقالة كنا نأكل الكثير من المعكرونة وسمك التونة وقتها لكن كانت في متجر البقالة وأذكر أنني وقتها كنت أشعر بالثقل أشعر بالثقل حسنا ثم شعرت بالروح في أعماق يقول شغل شريط تسبيح فصعدت للأعلى إلى جزء علوي في منزلنا الصغير كان لدينا ستيريو هناك فأخذت الكاسيت ووضعت فيه الشريط لم يكن هناك اسطوانات كان هذا في أوائل التسعينيات وأذكر أنه كان شريط تسبيحات متنوعة حسنا كنت أرنم مع شريط التسبيح وأحاول أن أتمايل وأشعر كأنني أتمايل في سائل الرصاص وأشعر بأنني أبذل كل ذرة جهد لدي ليسبح الله أذكر أنه كان حوالي 13 دقيقة فيه حوالي خمسة تسبيحات وفي أخره قال الروح لي ابدأه مرة أخرى فضغطت زر الإعادة فعاد إلى البداية وبدأته مجدداً أول ترنيمة في المرة الثانية كيف أصف ذلك؟ حصلت على لمحة من يسوع في روحي فجننت تماماً بدأت أجري في بيتنا يا أردن وأقفز وأقفز كنت أشعر بطاقة كبيرة بعد ان كنت وكانني اتمايل داخل سائل رصاص اصبحت اصرخ يسوع انت رائع كنت اجري وكنت وحدي في المنزل كنا في الصباح والا كان الجيران سمعوني كان صوتي عاليا استمر هذا حوالي نصف ساعه وانتهيت وشعرت بان كل شيء بخير دخلت زوجتي بحقيبه بقاله ثم قالت ماذا حدث وانا في الخارج لقد اختلف كل شيء حكيت لها ما حدث. يقول الكتاب إنه يعطينا رداء تسبيح. لم يقل سيعطينا رداء عبادة. كثيرًا ما أدخل كنائس، ثم يبدأون بترنيمة تعبدية ثقيلة، فأقول: العبادة لن تكسر هذا التثقل، بل التسبيح، لأن التسبيح يجعلنا نركز جيدًا عليه هو وعلى ما فعله من أجلنا. التسبيح شهادة. وهكذا من المهم جدا ان ندرك كم الفرح الذي نستقيه من ينابيع الخلاص في الدقيقتين الاخيرتين من هذا الدرس اريد ان انتقل الى فتره في بريتي الثانيه عندما كنت راعي الشباب اتذكرون ذلك الالم المستمر الذي حكيت اني عشت فيه ثانيه وكان هذا قبل ان يطلقنا الراعي مباشره اعلن اننا سنذهب وكان الله قد اراني قبلها بعام او عام ونصف انه سيرسلني الى امريكا وهل تتذكرون ما قلت عن النجيل القصير والطين والنجيل الطويل عشت في الم مستمر عاما ونصف بعدها اتذكر انني ضاعفت كميه صلاتي السابقه ولسبب ما كانت خدمة الشباب دائما يوم الثلاثاء مساء، وكنت أقضي من ساعتين إلى أربع ساعات في الصلاة من أجلها، في محاولات يائسة للدخول إلى محضر الله في الجفاف. مرات كثيرة جدا صرخت في تلك الحجرة، وقلت يا رب عين شخصا آخر ليعظ الليلة، لا أستطيع، ليس لدي أي شيء أقدمه. كنت أدخل ذلك الاجتماع وكان روح الله ينزل علي كالبطانية، كنت أعظ بجنون، رأينا ساحرات يخلصن وأفراد عصابات يخلصون ومنهم معنا إلى اليوم. وكنت أشعر بالذهول، لماذا حدث ذلك؟ لأن الله لن يدع هؤلاء الشباب يدخلون بريتي، صحيح؟ فأنزل مسحته علي كالبطانية، وما سأقوله لكم حقيقة. وأنا عائد إلى البيت بعد اجتماع الشباب كانت المسحة تؤخذ مني وأعود إلى الألم المستمر لسبعة أيام أخرى وفي آخر تلك الفترة وصل الأمر إلى ذروة قسوته تذكروا أنه قبل الحصاد تأتي أصعب هجمة على حصادك اكتبوا هذا الكلام أصعب هجمة على حصادك والحصاد هو تحقيق الوعد لك دائما تأتي قبل الحصاد مباشرة داود عندما كان شاول نائما بعمق وابيشاي قال لداود دعني اقتله فرفض داود ذلك كانت هذه اكبر هجمه على داود فرصه لقتل قائده ونجح فيها لكن اتذكر انني كنت اشعر بالجفاف وكنت متالما جدا واتذكر تلك الليله المميزه هل تذكرون ما قاله بولس لتيموثاوس حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربه الحسنه عندما نكون في الصحراء نحتاج ان نقرا تلك الوعود ونرددها دائما صحيح فعلت ذلك طوال تلك الشهور الثمانيه عشر يا رب وقتي بين يديك انها ترنيمه احبها لانني اقول فيها انت تعرف الميعاد يا رب كنت اقول انت من وعدتني وانا اعرف انك ستحقق وعدك اثق بك يا رب انت تعرف ساء الامر جدا لدرجة أن ترديد وعود الله لم يعد يغذيني. وأتذكر أنني ذات ليلة كنت جالسا بهذا الوضع بالضبط وأنا جالس هكذا. وضعت يدي على وجهي وقلت: يا رب أنت أمين. أعرف يا رب أنك أمين. أنت أمين. يا رب أنت أمين. وبينما أقولها شعرت أن هذا يغذي روحي. فقلت: هذا الأمر هو الوحيد الذي يساعدني الآن سأركز على شخصية الله أنت أمين ستنهي هذا الأمر مهما قلت ستنهيه أنت أمين أتعرفون؟ بعد أسبوع واحد قال لي راعي كنيستي جون أنت سترحل سوف تسافر قالها لي لكنني اكتشفت شيئا بعد ذلك داود في أسوأ جزء من بريته وأريدكم أن تلاحظوا ما قال مزمور 37 أسكن الأرض وتغذى على امانه الله من الممكن ان ياتي وقت ربما لا تغذيك وعود الله ما سيغذيك هو ان تذكر نفسك بشخصيه ذاك الذي خلقك ودعاك فهو امين وسينهي المشكله اراكم لاحقا